كده زينب، فمعقورة الخريف يلي بدأت تزين المشهد والنسمات الباردة يلي صارت ترافق صباحنا. أكيد كتير من التغييرات يلي ممكن تطرأ على نظامنا الغذائي خلال هالفصل. أكيد الكل بيسأل شو الوجبات الغذائية اللي ممكن إنه تشكل سور بيحمينا من الأمراض الشائعة بفصل الخريف والشتاء. نتعرف عليها بشكل أوسع مع أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك هلا، صباح الخير إيفانا. صباح النور. يعني أكيد فصل الخريف في كتير عالم بتتغير مع الطقس، بصير في برد ما بتحسي فيه، تمام، بصير مزروع بجسمك، في كتير من الأكل ممكن تتقبليه وممكن لا. خلينا نحكي عن النظام الغذائي الصحي لهيك المحافظة على رياحة الجسم فصل الخريف، ما أكيد خلينا نقول رشاقة، الرياحة. تمام. هلا اهم شيء نحن لازم نبلش نفوت اللي ما بفوت الفطور، نبلش ندخله بنظامنا الغذائي. بسيط يكون الفطور، ما في داعي كتير نحط فيه مصادر غذائيه معروفه، اللي هي اللبن، الألبان والاجبان، فيه الكالسيوم، فيه الفيتامين د، احنا بحاجه له هلا، بيقوي لنا المناعه، بيقوي لنا الجهاز المناعي، مشان يحمينا من الامراض اللي هي اي واكثر فصل هو هذا المرض، الانتقال من الشوب للبرد. ممكن يكون شويه كولون. زعتر، تمام، ممكن شوية بيض مسلوق، مثلا بيضة مسلوقة، كمان فيها الفوسفور، فيها الكلس، هذا كمان احنا بحاجة له للدماغ للتركيز، والزعتر كتير منيح للتركيز. ممكن احيانا الخبز، طبعا بدنا بحاجة لنشويات الخبز، الخبز الاسمر او بالنسبة للاطفال السمون، كمان هذا فيه شوية عشان الجهاز الهضمي يساعد. بنفس الوقت نحن كتير بدنا نهتم بقصة المي. هلا على الشتوية بتصير بتخف نحن بتقل طلباتنا ايه للمي. صح. طيب اوكي، نحن ما قدرانين نشرب مي 7 كاسات، ممكن شوي زهورات شاي، بس مرقة. الشاي تمام، مو بعد الاكل، تكون بعد ساعتين من الاكل، لانه بتحس تسحب حديد. بالنسبه للغداء، فهي اي وجبه غداء ممكن تكون الام تطبخها، نبتعد عن الوجبات الجاهزه. هلا بده يقل الحركه، بده يصير الشخص قاعد بالبيت مكنكن بسبب البرد، معناتها بهالحاله نحن بنخفف الشيء الدسم. ممكن الفواكه، نكتر الفواكه كوجبات خفيفة. بالنسبة للسلطات كتير نكتر الخضرة، شوربات هلا تمام، مظبوط. شوربات، فينا شوربة العدس، شوربة الخضرة. ليش؟ لأنه نحن بحاجة للخضرة هلا، هي أكتر مصدر غذائي فيه المضادات الأكسدة اللي هي حديد. بتحمينا من الأمراض، اللي بتقوي الجهاز المناعي والجهاز التنفسي، مثل الكوسة، مثل السبانغ الورقية، لأن ورق أخضر، كل شيء أخضر، خس، البقلة هلأ اللي بدها تنزل هلأ موسمها، هذا كتير مفيد نحن ناكله، بيقوي لنا الجهاز المناعي وبيعطينا الفيتامينات والمعادن اللي ممكن نحن ما ناخذها من المصادر الغذائية. العشاء يكون شيء خفيف، بيكون في بين العشاء والنوم 3 ساعات، فممكن يكون حواضر. نحن نبتعد عن عشاء انه ياكل الشخص كالطبخ اللي طبخناه، لا، خلينا الحواضر اللي فطرناها نعملها، سواء حمص، فول، هدول الاشياء ممكن الواحد ياخذ بروتين، بروتين نحن بحاجه له كمان، معادن الفيتامينات اللي فيها الفوسفور، فيها البوتاسيوم، فيها الاشياء اللي هي الالبان والاجبان، الكالسيوم، هاي كلها بحاجه لها نحن كمصادر غذائيه كنظام غذائي بالشتويه. إيفانا خلينا نحكي لك، عن قلنا في تغيير بالجو، يعني ما عم نعرف شوب ولا برود. في هلا كمان الخضره او الفواكه، خلينا نحكي اللي نزلت هلا، هي بردقان تمام، بيسموه الفريك الاخضر اللي هو كتير منيح، يمكن حامض شوي بس كتير منيح كعصير، في فيتامين سي. قد ايه مهم اليوم كمان العصائر الطبيعيه اللي فيها فيتامينات، وخاصه انه هلا موسمها، وقد ايه كمان لازم يكون في فرق بالتوقيت بين كل وجبه ووجبه. خلينا نوضح كمان بما انه الحركه قليله بفصل الشتاء. تمام. هلا في بس كنت بوينت او فكره، انه الناس بتفكر اذا شربنا كثير برتقان فنحن منطيب اذا كنا مقربين او مرشحين، لا طبعا، هو بيقيك سواء اي مصدر يعني غذائي، قبل لازم تمام، تشربه. هو بيقيك وبيخفف من قوه الفيروس. المرض، بس هو ما بيعالجك، خلص المرض موجود، الفيروس صار في عندك. فالفيتامين سي لما نحن ناخذه سواء بالبرتقان، بالفليفله فيه كثير كثير، بالفاصوليا فيه، بيحميك مثل ما قلت وبيقيك، ونحن بحاجه له اصلا. كل العصائر هلا وكل الفواكه، الاشخاص اللي ما بيحبوا يتناولوا الفواكه ممكن نحن نعصرها، بس الرينج او الكميه اللي بدها تكون موجوده، قطعه الفواكه بتاكلها كامله، الكاسه بتكون نص كاسه عشان السعرات الحراريه، وصارت متوازنه.
اما اذا بدنا نشرب كاسه كامله فصار كانه اخذ نقطتين صحيح فواكه. نحط لها سكر ولا نشربها لا ابدا نشربها بدون سكر لانه السكر هيك صار عندنا سعرات حراريه زياده هي موجوده فيها السكر الفواكه. تمام. فنحن بناخذ سكر او حاجتنا السكر من الفواكه. لازم ياخذوها مرتين باليوم سواء قطعتين فواكه او نص كاسه عصير او كاسه عصير. كثير الوجبات انه الفرق بين الوجبات وبين السناكس او الوجبه الخفيفه الوجبه الرئيسيه ساعتين لثلاث ساعات. نحن بنفطر الساعة 8 أو 9 12 الوجبة الخفيفة 3 الغداء 6 الوجبة الثانية 9 أو 8 يفضل يكون العشاء. نعم إيفانا يمكن هلأ كتير عم نشوف عم يحطوا بقنينة مي وترانشات من الليمون وكل شوي بيضلوا بياخدوا منها وخاصة يمكن السيدات بيقولوا بتعطي طاقة ومنيحة للجسم. قديش منيحة هاي المواد أو كمان فينا نخلط شي تاني خليها معنا كل النهار؟ تمام هي اسمها ديتوكس مز. تمام ديتوكس هاد أشهر ديتوكس أشهر شي هلأ موجود بكل أنحاء العالم وأصح شي مجموعة هاي السبب انه احنا عم نحطها بالمي لهالمصاد او هالفواكه الليمون اللي ممكن تحطي فيك تحطي كل شيء البرتقال تحطي الخيار تحطي الزنجبيل تحطي الروزماري كل اللي بدك اياه ممكن بطيخ بس خلص اي شيء الفريز كله كل حدا شيء بيصير مع المي بيتفاعل نحن بنحطها كم ساعة قبل طبعا نحن لازم نفس اليوم نخلصها نشربها ومثل ما قلتي نمزمزها هلا مثلا اذا حطينا الخيار مع المي وتركناها بتصير مضاد التهاب تحميك من التهابات اذا حطينا مثلا الليمون بيصير جهاز المناعي بيعطيكي ريفريش اذا ضفنا الزنجبيل شيء بيحرق الشحوم وبينزل الوزن يعني كل شغله لما بنضيفها بيعطيكي شيء ثاني بيعطيكي انتعاش لما بنحط الروزماري كمان اللي هو اكليل الجبل بيعطيكي بيحميكي من الامراض ومنشان الجهاز التنفسي هو احسن شيء الليمون او البرتقال ليمون البرتقال كرمال شوي النشاط هلا خاصه تمام. بالخريف هيك شوي بيهمد حالك صح صح مزبوط على الحكي خلينا نصحح كمان ايفانا مثل كل اسبوع بعض الاخطاء الشائعه الصحيه والغذائيه اللي عم بيقوموا فيها يمكن بعض العالم مثلا الصبح القهوه على الريق هل هي صحيه وكيف الفواكه ممكن انه يقسموها الصبح انه بدل الفطور الصباحي خلينا نحكي عن هي شو هي المشروبات اللي ممكن تعطي الاولاد قبل ما يروحوا على المدرسه كمان طاقه رح بلش من الاخير بالنسبه لمشروبات الطاقه هي الحليب نبتعد عن المنبهات للاطفال احيانا بيحطوا لهم نسكافيه مشان يتقبلوا او حرام. غلط بحطوا له شوكولا كاكاو اي شيء ممنوع اصلا يحطوا للاطفال منبهات لانه المنبه اول شيء مودر بول والصغير ممكن بعد شوي يصير عنده مشاكل بالتركيز وهو كل ما كترنا المنبهات كل ما امتصت المنبهات المي اللي بالدماغ صار عندنا تجفاف لانه ابدا للاطفال انا ما بفضل انه يتناول منبهات كثير مهم نفطر ما لازم تكون القهوه على الريق مثل ما قلت لك حتكون مدر حتكون مشكله للتجفاف رح يصير عندك قلق رح يصير عندك بعدين مشاكل وخربطات بالجهاز الهضمي تبو رشفات وعصبيه توتر ونحن ما لنا بحاجه له ايفان احيانا في ناس بيشربوا مثل ما قلتي انه مي دافيه مع شيء بعدين بيشربوا القهوه هلا انا بنبلش نشتويه بنصح للكل مي دافيه مع شويه عصره ليمون ممكن تحطوا له شويه زنجبيل بيعطيك قوه للجهاز المناعي حماك من الامراض منع الجراثيم تفوت على الجسم نحن بالسيفتي تمام واصلا منيح كثير للجهاز الهضمي وللتنفسي لانه في فيتامين سي الكثير مهم الفطور اوكي نحن فطرنا المصادر الغذائيه اللي عددناها بنختمها يا بقطعه حلو عشان تعطينا الطاقه اللي هي يمكن مربى ممكن حلاوه او قطعه فواكه تاخذ بالنسبه للاطفال فيهم ياخذوا تفاحه برتقال شوي ممكن يعمل لهم مشاكل موزه كثير منيح لهم اما بالنسبه للبرتقال والفواكه الثانيه بياكلوها بالبيت فكثير مهم انه يختموها يا بقطعه حلو يا بقطعه فواكه بس الفواكه المفضله تكون كوجبه خفيفه بين الغداء والفطور نعم ايفانا كمان البشره بتلعب دور والغذاء كثير مهم للبشره كمان مع تغيير الفصول بيتعرض جسم الانسان لهالشعر البشره يمكن بتقب او بيطلع يمكن الحبوب لبرا او بتنشف او يعني في كثير مضاعفات بتصير بالبشره وبالشعر كمان عن الفواكه والمي قديش مهمه خلينا نحكي عنهم كثير مهم المي معروف انه هي بتطردت السموم كل ما كثرنا مي كل ما تخلص الجسم والبشره واعطيتيها ريفريش اعطيتيها تغذيه كامله ترويه المي عم تشبع بالمي طب معلش في عالم ما بيقدروا يشربوا مي ما انا مشكله يحطوها مثلا يطعموها يطعموا المي يحطوا ليمون يحطوا الاشياء يتعودوا كل شيء عادي احنا بدنا نتعود في عالم ما بيقدروا يشربوا المي ابدا بدهم يتعودوا بيشربوا شوي شوي ولو انه اول مثلا كم يوم 3 كاسات باليوم او كاستين بعدين شوي كل شيء بالدنيا ايه اول 12 يوم صعبين
بيتعودوا. اوكي فينا نحن شوي نعدل بالخضره، مع انه المي ما في شيء انه يحل محلها، ممكن نحط زهورات، حط الاعشاب، بس نبتعد عن المنبهات لانه سيئه. الفواكه اذا ما بدنا ناكلها ممكن نعمل لها خلطات بالخلاط، ندهنها على وجهنا، نتركها شوي كم ساعه. مثلا عندك الافوكادو، اوكي هو كثير غالي بس كثير مفيد للبشره. ممكن الخيار، هلا الليمون والبرتقال ممكن تعتبر كمقشر اكثر من هي مغذي، تقشر لك البشره. هلا صار فينا نعمل، راحت الشمس غابت، صار فينا نحن نعمل مقشرات بهالقصص، ويفضل انه يتبعوها تحت اخصائي او جلديه او دكتور جلديه، ما ياخذوا على النت. هاي دائما نحن المشكله، هاي المشكله الاساسيه عندنا. كل ما كترنا مي، كل ما كترنا خضره. هلا صارت الخضره هو موسم الخضره، وخف شوي موسم الفواكه التنوع، معناته نحن نستهلك الخضره اكثر والفواكه اللي هي قلناها، فهو بيغذي البشره، بيغذي الجسم، وبيحميك وبيعطيك الفيتامينات والمعادن اللي ممكن نحن ما ناخذها بشكل بالغذاء. نعم. ان شاء الله يا ايفانا تكون شتويه خفيفه على كل اللي عم بيشوفونا وعلينا، وما يكون فيها كثير مرض وبرد. بدي اتشكر كل النصائح والمعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله كمان بالاسبوع القادم بنحكي عن موضوع بهم كل المشاهدين. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا، شكرا، يعطيكم العافيه. سعد صباحك. صباحكم.